لن يكون هناك داع بعد الآن من استخراج الشهادة العائلية بالدفتر العائلي، يكفي أن تكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية حاضرة في استخراجها. 3 ولايات نموذجية من بينها ولاية سعيدة تعمل بهذا النظام الرقمي في انتظار تعميمه. واستطعنا أن نخرج يعني الأوراق نتاعي ببطاقة التعريف الوطنية، يعني هذا إجراء يعني يثمن، ونتمنى إن شاء الله أنه وزارة الداخلية والمصالح البلدية وغيرها المصالح التابعة لوزارة الداخلية أنها تزيد تطورنا وتزيد تحسننا من الرقمنة إن شاء الله. هذا الأوبيراسيون اللي داروها تبان لي حاجة زينة وتسهل للمواطن باش وين يروح يخرج في الوثائق تاعه بطاقة التعريف، ما لازمش عليه يكون رافد كاع العام الدفتر العائلي. رانا كيما يقول لك تاع الحالة المدنية الحمد لله رانا خفاف دوكا تهنينا. كل ما يتعلق بالعائله من معلومات، يعني من ناحيه عقد الزواج، من ناحيه معلومات الزوج الزوجه الاطفال، هي تمت رقمنته عن طريق هذه العمليه، يعني فيها شيء ايجابي للمواطن كونه ما يضطرش انه يحمل معاه الدفتر العائلي في اي عمليه توجه لمصالح الحالة المدنية أو عملية سفر. استحداث التطبيقية الوطنية للعائلة ضمن خصائص بطاقة التعريف الوطنية نظام رقمي لحفظ البيانات الشخصية تعمل عليه إطارات جزائرية كفء في مديرية الوثائق والسندات المؤمنة ضمن مساعي وزارة الداخلية في عصرانة ورقمنة السجلات الحالة المدنية. مهمتنا هنا الأساسية هي تطوير مختلف البرامج والتطبيقات على مستوى البلدية اللي تستعمل بطاقة التعريف البيومترية، تطوير تطبيقية للولوج إلى تطبيقية الحالة المدنية وتحديث المعلومات ومعطيات الحالة المدنية للمواطن، واللي تسمح مستقبلا للقطاعات المعنية وللمواطن باستظهار بطاقة التعريف الوطنية كبطاقة الحالة المدنية دون اللجوء إلى الدفتر العائلي. هذه العملية راح تحافظ على خصوصيات البيانات تاع المواطنين، والولوج يكون بصفة آمنة، وجميع العمليات التي يقوم بها راح تكون في قاعدة بيانات حيث يمكن التطلع عليها فيما بعد. نظام رقمي سيسمح بتحسين الخدمة العمومية وتسيير مصالح الحالة المدنية بطريقة سلسة وسريعة تسهيلا للتعاملات الإدارية.